الإيمان بملائكة الله عز وجل هو أيضا من أصول العقيدة. الإيمان بالملائكة على اختلاف أحوالهم ووظائفهم وأعمالهم من أصول العقيدة التي جاءت بها الشريعة. فنؤمن بأن لله تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لكل واحد منهم وظيفة أو أكثر أمره الله بها، وإن كانوا من عالم الغيب في الأصل فإننا يجب أن نؤمن بالغيب. الإيمان بالكتب، يجب أن نؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله، وما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا، كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. هذه الكتب يجب أن يكون لدينا علم، أن يكون لدينا علم بأن جميعها منسوخ بهذا القرآن الكريم. وانظر التتابع في سورة المائدة، حيث ذكر الله التوراة ثم الإنجيل ثم هذا القرآن، وقال فيه: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فنسخ جميع الكتب السابقة، لكن ما وافق الكتاب فهو ثابت بالكتاب، وما خالف القرآن فإنه قد نسخ ولم يبق شريعة يتعبد بها الخلق لله عز وجل. ويجب أن نحذر من بادرة بدأت تفوح رائحتها الكريهة، ألا وهي ما يسمى بتوحيد الأديان. فإن هذا المبدأ منكر عظيم، لأن مقتضاه ولازمه أن تكون الأديان السابقة باقية مقبولة عند الله مرضية له، وهو مبدأ خطير، ولا يمكن أن نوحد الأديان. وإن دين اليهود ودين النصارى بالنسبة لشريعة الله كسائر الأديان ليس مقبولا عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف يليق بنا أن نحاول ما يسمى بتوحيد الأديان؟ وهل هذا إلا محادة ومضادة لشريعة الله؟ وإذا كان النصارى قد كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف نتوحد معهم في دين؟ وإذا كان اليهود منكرة لرسالة عيسى، فكيف يتوحدون مع النصارى في الملة؟ ولهذا قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فإذا كان بعضهم نفى أن يكون البعض الآخر على شيء من الدين فإننا نحن الذين نسخ الله الأديان السابقة بشريعة الإسلام لا يمكن أن نقول إن شيء، بل هم ليسوا على شيء. وإذا قدر أن لليهود والنصارى خصائص في بعض الأحكام الشرعية فهذا لأن عندهم من العلم بالشريعة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجعلهم أميل إلى القبول من غيره، وليس المعنى أنهم على حق. واسمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أقسم بأنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد السماع من اليهود والنصارى مجرد السماع حجة ملزمة، لأنهم لا يحتاجون إلى تفهيم، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا كان مجرد سماع اليهود أو النصراني بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة قائمة عليه. فكيف نسمح لأنفسنا أن نتفوه بتوحيد الأديان الثلاثة؟ وأقول دين اليهود ليس دينا عند الله، وإن كانوا يرونه دينا لهم، ودين النصارى كذلك ليس دينا عند الله وإن كانوا يعتقدونه دينا. فهذا المبدأ المقيت الممقوت، هذا المبدأ المقيت الممقوت يجب أن يطرد من ساحة البحث ومن ساحة التفكير، لأنه لا مكان له. يجب أن تتوحد الأمة الإسلامية على هذا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننبهر بما كانت عليه الأمم النصرانية أو اليهودية من تقدم في أمور الدنيا، لأن المسلمين حين كانوا على الحق متحدين غلبوا من كانوا في وقتهم كهذه الأمم أو أقوى، لكن جاهدوهم بالقرآن فكانت الغلبة لهم، والله غالب أمره وكلمة الله العليا. الإيمان بالرسل من العقيدة أيضا، يجب أن نؤمن بكل رسول أرسله الله عز وجل إلى خلقه وأنه على حق وجاء بالحق، لكن الاتباع إنما هو لخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من سبق فما وافقت شريعته شريعتنا فهو شريعة لنا، وما خالفت فلا. ولا أخفى علينا جميعا أننا والحمد لله بإيماننا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنون بجميع الرسل، وأن من كفر بمحمد فهو كافر بكل رسول، حتى إن رسوله الذي أرسل وهو يدعي أنه يتبعه هو كافر به. ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض. وقال تعالى عن قوم الذين كذبوه
كذبت قوم نوح سليم، مع أنه لم يأتي رسول إلا نوح عليه الصلاة والسلام، لكن من كذب ونهى الرسل فقد كذب بجنس الرسالة فيكون مكذبا لجميع المرسلين.